إذن كما تابعنا لوحات تؤصل وتعكس ثقافة وتاريخ، وأيضا يمكن من خلالها أن يكون هناك رسائل جدا هادفة. اليوم بنحكي عن هذه الموسيقى، زي اللوحات التي تعرض اللي بتحافظ على هويتنا وثقافتنا. اليوم بنتحدث عن تحديدا فلسطين، ويمكن من خلال يعني زي ما رح يكونوا معنا الآن فرقة بلدي للثقافة والفنون بيت جالا بفلسطين، يحكون لنا أكثر عن استعداداتهم أيضا في مهرجان جرش وعن اللوحات اللي رح يقدموها. رح يكون معنا الآن فولتير خروفة، رئيس مركز بلدي للثقافة والفنون، وأيضا جورج مطر مدرب الفرقة اللي أدت هذا الأداء اللي شفناه مع الرائع اللي بحتاج لمجهود وأيضا تدريب مكثف. بنصبح عليكم وأهلا صباح الورد. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا، ويعني متحمسين جدا لنشوفكم اليوم على مسارح جرش. تحدثنا بداية عن نشأة هذه الفرقة ببيت جالا. أول شيء صباح الخير، وشكرا لهاي الفرصة، ونشكر القائمين على مهرجان جرش وعلى التلفزيون الأردني اللي أعطانا الفرصة. واجبنا. الله يخليك. مركز بلدي للثقافة والفنون هو في البداية نواته كانت ما يسمى بفرقة بلدي التي أنشئت في العام 91. من مجموعة من الشباب والصبايا آمنوا بأنه الفن والثقافة لا تقل أهمية عن الحجر في ذلك الوقت في تقديم واجب وطني لعرض القضية الفلسطينية وعرض معاناة الفلسطينيين، ومن أجل كمان أنه نعبر أنه نحن شعب يحب الحياة، يحب الفن، يحب الثقافة، يحب التطور، يحب بناء الشخصية الشبابية من أجل أنها تنطلق بالتعبير عن ذاتها وعن شخصها من خلال الحركة والكلمة. ومنذ ذلك الحين اتطورت الفرقة، خاضت عدة مراحل صعبة، خاضت عدة مراحل تحديات كبيرة، ولكن تطورت إلى أن وصلت إلى مركز ثقافي فني مسجل في الدوائر الرسمية بوزارة الثقافة بوزارة الداخلية، يحتوي على أكثر من 120 عضو مسجل، ويحتوي على عدة فرق، من ضمنها الفرقة الأساسية فرقة براعم، بالإضافة لجسم أنشئ من 6 سنوات يتبع لهاي المركز، هو عبارة عن مدرسة الدبكة التي تقوم بتخريج ما لا يقل عن 200 طالب من مدرسة الدبكة. وقبل ما نيجي على الأردن خرجنا الفوج السادس، كان بحوالي 230 طالب. بهمنا التواصل، بهمنا الاستمرارية، عشان هيك كان لازم أنه نبني أجيال عشان الجيل يسلم جيل، زي ما أنا سلمت باللي قبلي، اللي قبلي سلم اللي قبلي، فكله بتواصل من أجل الاستمرار الرسالة الهادفة للأهداف اللي حكيتها سابقا. نعم، وبالإضافة بأنه قد ايه مهم ترسيخ، لما تحدثت أنه هناك فرقة براعم، واليوم لما نشوف أنه الأطفال هم مستقبل، عم نرسخ عندهم هاي الهوية وهاي الثقافة، ويمكن قد ايه بيساعدهم كمان بناء ثقتهم بنفسهم، ويقدروا أنهم يعبروا دائما عن أنفسهم. وهون يمكن إذا بدنا نحكي مع يعني جورج، اليوم احنا بنحكي عن تدريب الفرقة، وأنت أكثر ناس يعني بتكون قريب جدا من كل شخص، عارف شو اللي بيميزه وشو الشغلات اللي عم بتطور مع الوقت فيها. قد ايه عم بياخذ منكم ايضا مجهود ووقت تدريب الفرقه عاده في حال وجود حفلات او عدم وجود حفلات؟ بصراحة التدريب دائما بأخذ وقت طويل، تدريبنا لا يقل عن 2 ساعة في كل تدريب، ونتدرب 2 أو 3 مرات في الأسبوع. يعني أكيد أنك تجمع مجموعة كبيرة من الشباب والصبايا في قاعة واحدة بكل هذه الاختلافات الموجودة، وأنك يعني تحاول تخليهم أولا يعبروا عن ذواتهم يعني بكل حرية، هذا أهم شيء بالنسبة لنا. ثانيا احنا بنركز كمان على مستوى العرض الفني ومستوى الراقصين، ودائما بنحاول وبنحرص على انه نطور قدرات الراقصين من خلال التدريبات، من خلال ورشات عمل متنوعه، من خلال برامج تبادل ثقافي مع مدربين مختلفين سواء من فلسطين او من خارج فلسطين. جورج، قديش مهم التنوع؟ يعني هلا عم بطلع على اللوحات، في تنوع بالرقصات وفي قصة من خلال هذه اللوحة، كيف بتختاروا هذه القصص وكيف بتطوروا عليها؟ يعني بعرف قديش انه احنا بدنا نحافظ على تراثنا، وخصوصا التراث الفلسطيني مستهدف يعني بشكل او باخر، اليوم كيف بدنا نحافظ على التراث ولكن احنا منطور هذه الرقصات واللوحات؟ اكيد احنا بنآمن ان التراث او الفلكلور الفلسطيني هو مش اشي جامد وثابت وخلص، هو اشي حي ودائما بتطور معنا، وما نقوم فيه حاليا هو سيحافظ
تشكل تراث وفولكلور لمن سيكون بعدنا. احنا دائما وفي عنا برنامج خاص في جمع الأغاني التراثية، نجمع الأغنية ونجمع قصة الأغنية. حلو. من خلال قصة الأغنية بنحاول تجسيد هاي القصة على خشبة المسرح، من خلال كمان استخدام بعض أدوات المسرح وبعض الحركات اللي احنا بنآمن انه يعني مهم جدا استخدام الجسد ككل طبعاً. في يعني تقديم هذه اللوحة الفولكلورية. نعم. كم عدد الأعضاء حاليا المشاركين في مهرجان جرش من الفرقة؟ 30 راقص وراقصة. 30 بتجمع ما بين شباب بنات الأعمار؟ الأعمار من 18-19 سنة إلى 24 سنة. ما شاء الله، يعني هدول بيكونوا خلصوا مرحلة البراعم، كانوا من زمان ولا طبعاً. ممكن يكون أحيانا ولا لا، إحنا لأنه مش من زمان كثير حاليا في براعم. احنا دائما موجود في عنا براعم. نعم. يعني بحب اقول لك انه انا بال91 لل2000 يعني 2000 وبداية ال2000 كنت انا راقص، بعدها جورج كان راقص. أوه. اليوم بنتي وابني موجودين قديه هي رسالة. 18 و25 يعني هي الاستمرارية. المهم الحفاظ على الاستمرارية وبناء الشخصية. هلا المهم بالموضوع او المهم احد اهم اسباب نجاح الفرقه واستمرارها هو وضوح الرؤيه والهدف طبعاً. هذا بشكل اساسي. ثانيا الانتماء وحب العطاء، هذا مهم جدا في استمرار اي ونجاح اي منظومه بتحب تستمر. كمان مهم جدا شيء مفقود حاليا اللي هو مبدا العمل التطوعي. طبعا احنا بنعرف انه مش اليوم العمل التطوعي هو مفهوم يمكن لو حكيته لحدا ابن 16 او 17 ما بفهمه منيح. صحيح اليوم الامور اختلفت، ولكن احنا بنجمع ما بين نظرتنا نحو الاحتراف ونظرتنا نحو استمرار العمل التطوعي من اجل الحفاظ على الفكرة اللي موجودة بشكل أساسي، وهذا أساس استمرارنا. يعني أستاذ فولتير، يعني لكم مشاركات عالمية كثيرة، ولكن عربية هي أول مرة، فإن شاء الله يكون جرش بوابة للعربية. إحنا نقول العربية بعدين العالمية، أنتوا العالمية جيتوا هلا على العربية. إحنا المضبوط كان عندنا مشاركات عديدة خارجية، سواء فرنسا، بلغاريا، إسبانيا، عدة مشاركات خارجية وبشكل مستمر، وكنا نمثل وزارة السياحة الفلسطينية في أكثر من محفل، والحمد لله جرش هي البوابة العربية إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا بنفتخر إنه لأنه بنعتبر الأردن وفلسطين هم يعني شعب واحد. نعم. فوجودنا في جرش إن شاء الله بيكون بوابة للعالم، للدول العربية. ومبارح كان في زي نوع من الحوار مع العديد من الفرق سواء من سوريا أو من مدن أخرى أو من دول أخرى عربية. فكان في تفاعل كتير بيننا، وإن شاء الله بنبني شو اسمه شبكات من أجل استمرار صح التقديم. هاي شغلة مهمة بأنه المشاركة يعني دائما بأي مهرجان بتفتح أبواب، لا شك. صحيح. إنه حتى لو علاقات بتصير بين الفرق وبيستفيدوا منكم تستفيدوا منهم، بصير هاي تشاركية. صحيح. اليوم حفلتكم هي اليوم. صحيح. بعرف أنا الاستعدادات اليوم، أنا الفرقة كيف الهمة، تدريبكم خلال الفترة الماضية، وأيضا شو اللي رح يتم عرضه يعني اليوم، كيف حاولتوا تغيروا باللوحات أو تجمعوا أيضا بلوحات قديمة وجديدة؟ اليوم عرضنا الساعة 8:30 على مسرح الساحة الرئيسي في مدينة جرش الأثرية. رح تقدم مجموعة من اللوحات والرقصات، احنا مسمين العرض مقتطفات من بلدي. بعض هذه اللوحات تم إنتاجها ضمن عرضنا الأخير تليد، وبعضها لوحات جديدة ستعرض لأول مرة هون في الأردن، ويعني فعليا احنا أول مرة رح نقدمها كمان للجمهور. هي لوحات مبنية على أغاني تراثية احنا قمنا بإنتاجها وإعادة توزيعها يعني مؤخرا، وراح نقدمها إن شاء الله في مجموعة سلسلة من اللوحات إن شاء الله تنال إعجابكم. إن شاء الله. رسالة بتوجهها للجمهور الأردني والعربي الموجود بالأردن، يعني هناك تنوع عربي حتى بجرش، يعني بروح على جرش مش بس أردني، كل الأشقاء العرب، فشو بتوجه لهم رسالة وبتدعوهم اليوم ليحضروا هذا العرض؟ أنا بدي أبلش بكلمة تقول الإبداع يأتي من رحم المعاناة. طبعا. وأنا بشوف أنه في كثير فلسطينيين مبدعين في طبعا. عدة مجالات سواء فنية ثقافية شعرية. صح. وشبابنا اليوم والصبايا جايين على شيء جديد متحمسين له. آمل من الجميع أنه يكون
جاهز لهذا الحماس، راح تشوفوا طاقات كبيرة موجودة على المسرح، راح تشوفوا إبداعات موجودة على المسرح، راح تشوفوا نتاج لجهد كبير وعمل كبير من قبل الشباب، وإن شاء الله بنشوف الجمهور الأردني والعربي في جرش اليوم، وإحنا جاهزين إن شاء الله. ما شاء الله عليكم وشكرا. يعني دائما هذا العمل بحتاج لنفس طويل، تحدث في البداية الاستمرارية، أكيد ما في إشي بيجي بالسهل، يعني صحيح. كله كان بتعبكم وجهدكم والوقت اللي أعطيتوه. اليوم شو اللي عم بترسخ بعقول، يعني أو النتاج اللي عم بيكون بعقول الشباب اللي عم بيكونوا مشاركين، كيف مثلا شفتوهم بتغيروا؟ كيف مثلا قدرت تعرف انه هذا الشخص كان عم بفكر بطريقه ما، اصبح بعد الفرقه عم بيصير عنده هناك فكر جديد، هناك لربما احيانا ثقه بالنفس بناها، قدره على التحرر، لان الرقص كما ذكرت بانه بده الواحد يتحرر، فبالتالي اذا تحرر بجسده ممكن يتحرر بعقله بطريقه مفيده. شوف، لدينا العديد من القصص النجاح مع اطفال يوم انضموا لمدرسة الدبكي كانوا أطفال يعني نوعا ما منزوين على ذاتهم. اليوم أصبح عنده الإمكانية أنه يخرج على المسرح ويعبر عن ذاته. أنا يوم بحكي لك إحنا عندنا مدرسة، يوم إحنا بنسوي تخريج المدرسة كل مجموعة من هدول الأطفال بيسووا زي لوحة عشان يعرضوها، هو يوم بيطلع على المسرح وبيحرك جسمه أو بيأدي الحركات أمام جمهور، هاي شوي شوي بتشيل منه أي نوع من الرهبة، صح، وبتحط فيه نوع من الثقة بالنفس من أجل الاستمرارية. هلأ يوم تخلق هذا الشيء، هذا الشيء ببلش معاه وبكبر معاه وبصير عنده حس بالمسؤولية وحس بالالتزام. فاليوم إحنا عندنا أهم شيء إنه الموضوع مش مبني بس على جورج وفولتير، اليوم موضوع مبني على مجموعة من الطاقات اللي بتعمل من أجل إيمانها بالفكرة والرؤية اللي انبنت عليها هاي الفرقة. نعم. طب قديش بتحملوا مسؤولية الحفاظ على التراث والإرث الفلسطيني من خلال هذه الدبكات وهذه الأغاني، خصوصاً الشباب الصغار؟ ليش بتحملوا؟ لا، كيف قديش هذا الإشي عليهم حمل، إنه بدهم هاي رسالة مهمة جداً. نعم. يعني زي ما كان مثقف والشاعر اليوم أنت بتعطيه، يعني عندنا التراث دائماً نحكي مادي وغير مادي، وهي نوع من أنواع التراث الغير مادي. أكيد أكيد، الشباب عندنا فاهمين إنه هذا الإشي اللي عم بيأدوه هو بحافظ على تراثهم وأصالتهم. رسالة مهمة جداً. كمان زي ما حكى جورج، إحنا عمالنا نشتغل في جمع الأغاني التراثية القديمة وإعادة توزيعها، واللي هو شيء مش سهل طبعاً. تمام، ووضعها بقالب فني حركي اللي يعبر عن هاي الرسالة اللي بدي وصلوها. كلهم فاهمين إنه هذا الشيء اللي إحنا بنعمله فيه هو شيء للحفاظ على موروثنا الثقافي الأساسي. والجميع عم تكبر فيه هاي الحس بالمسؤولية. طبعا لا أخفيك إحنا عنا تحديات، إنه في التزامات اجتماعية طبعا بتحول وأعمال وأشغال إنه في عنا ناس بتترك، في عنا ناس ما بتقدر تستمر، في عنا ناس بتروح باتجاهات أخرى. فكل هذا إحنا واعيين لإله، واعيين لإيش لازم نعمل عشان ما يكون في عنا هاي الفجوة، صح، من أجل الاستمرارية. طبعا. كل ما إحنا منشارك بفعاليات وكبيرة زي جرش أحداها بيضع علينا مسؤولية طبعا. أكبر في ضرورة الحفاظ على هذا الجسم الموجود. نعم. صحيح. يعني مشكركم على وجودكم معنا لليوم، وفعلا استمتعنا جدا، متحمسين اليوم نشوف هذا العرض الرائع اللي احنا متأكدين بانه رح يعكس فعليا لوحات جديدة، ويعني بنفس الوقت فيها لوحة إبداعية مختلفة. لسه رح نشوف يمكن بعد قليل كمان على الفيديو وول عندنا العرض لآخر عرض لكم، ونراكم إن شاء الله يعني اليوم الله. خلاص متحمسين كاثي اليوم نشوفهم، يعني إن شاء الله. واللي ما بقدر روح جرش، أنا مني وعلي اليوم رح أتابعهم على تطبيق التلفزيون الأردني التلفزيون. يعني من خلال تغطية التلفزيون الأردني وحصرية تغطية التلفزيون الأردني لمهرجان جرش. بدنا نشكركم وأهلا وسهلا فيكم بالأردن، ومنحملكم التحية بعد ما تخلصوا لحبايبنا بفلسطين. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا.